من جديد مشاهدينا، إذن كما أشارت فرح قبل قليل، وموضوع المبادرات الإنسانية فيما يخص أبناء شعبنا المتواجدين في أوكرانيا. الحديث يدور طبعا عن خروج بعض المواطنين الفلسطينيين من أوكرانيا في ظل الصراع الدائر هناك، وكذلك أيضا تواصل ما بين أفراد الجالية مع بعضها البعض هناك في حتى يطمئنوا عن بعض ويكون الأمور إن شاء الله بسلامة للجميع. صحيح، وهذا ما سنعرف تفاصيل عنه أكثر، وتحديدا مع مبادرة الدكتور إسلام دبابسي، وهو طبيب فلسطيني مقيم في أوكرانيا، ينضم إلينا مباشرة من هناك عبر تقنية سكايب. أهلا بك معنا، صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. أسعد الله صباحكم وأسعد الله كل أوقاتكم. أهلا ومرحبا بك معنا، يعني أنت كنت معنا في محطة طبيبك ممكن، ولكن اليوم نتحدث عن مبادرة إنسانية. قبل ما نحكي عن المبادرة طمنا عنك، عن عيلتك بداية، والناس المحيطين فيك من الجالية الفلسطينية، كيف تتواصلوا مع بعض، كيف أوضاعكم؟ أولا أحمد الله على كل الأحوال. الجالية الفلسطينية غير تمكننا من إخراج من أراد الخروج في الفترة الأولانية من الحرب، حيث كان بفضل الله لنا مبادرة ألا وهي تجميع الطلبة والفلسطينيين والمقيمين في داخل وتجميعهم عند المستشفى، وبعد ذلك الانطلاق إلى ترحيلهم أو نقلهم إلى أماكن أكثر آمنة. فالحمد لله تمكنا من نقل 83 طالب، وكذلك تمكنا من نقل ما يعادل 4 عوائل متكاملة فلسطينية إلى خارج كيف وأوكرانيا. نعم، يعني دكتور إسلام، إذا ما تحدثنا عن أوضاع الطلبة أو 83 شخص اللي تفضلت وذكرتهم، هو معظمهم من الطلبة الفلسطينيين، كيف هي أوضاعهم نفسيا وماليا، وكيف تواصلتوا مع الجهات المعنية لحتى تساعدوا في نقلهم من منطقة إلى أخرى؟ أولا أريد أن أذكر وزارة الخارجية التي كانت معنا من اليوم الأول، كذلك أشكر جهاز المخابرات الفلسطيني الذي يعني بالفعل في كل مرحلة وفي كل محنة يكون فيها الفلسطيني خارج فلسطين في مصيبة، خلينا نسميها، من كورونا لا أدينا لهذه الأحداث اللي بتصير، لم يعني تابعينا بالآخر. شكرا للقنصل الفلسطيني اللي ساعدنا بالتنسيق لدخول الفلسطينيين اللي دخلناهم لرومانيا لبولندا لسلوفاكيا بدون فيزا بدون أي شيء، تم عمل التنسيق للنزوح وعودتهم. اليوم إن شاء الله رح يعودوا معظمهم إلى الأردن. بشكل عام يعني دكتور، وين تتركز الجالية الفلسطينية وكمان الطلاب الفلسطينيين، وين تركيزهم، بأي المدن، ويعني خلال الفترة القادمة كيف التفكير بشكل جماعي هيك حتى يكون الكل في مأمن من الخطر ممكن في المنطقة اللي تواجدوا فيها؟ 3 مدن تواجد فيها الفلسطينيين هي خاركوف، كييف، خاركوف وسومي. هذول المدن الكبيرة اللي متواجدين فيهن الفلسطينيين بكثارة. لا أقول إنه في المدن الأخرى لا يوجد فلسطينيين، يوجد، لكن المدن اللي فيها كثافة سكانية من الفلسطينيين. نشكر الشباب في مدينة خاركوف، نشكر الشباب في مدينة كييف الذي يعني خلية عمل 24 ساعة بفضل الله، لم يتفانى أحد بماله أو بنفسه لإنقاذ الشباب وإخراجهم من أماكن المتضررة أو تقديم المساعدة لهم. بعودة قليلا للمبادرة دكتور إسلام، أنت تحدثت أنه المركز الطبي الخاص بك والمشفى هو مفتوح لجميع الطلبة الفلسطينيين في بداية هذه المبادرة، حدثنا شوي عن الترتيبات اللي كانت داخل المشفى من ناحية استمراره في عمله وتقديمه الخدمات الطبية، وأيضا من ناحية استيعاب هذا الكم من الطلبة لحد ما وصلوا إلى 83 طالب. الحمد لله الطلبة نقلنا المرضى أحد الطوابق، وكان الطلبة تم استخدام حتى غرفة العمليات، حتى قسم الطوارئ، حتى المكتب تبعي وين كان في إمكانية أن نحط واحد ينام. الحمد لله تمكننا أنه الكل ينام. ما بدي أحكي عن حالي وين أنا كنت نايم، بس الحمد لله الطلبة كلهم كانوا نايمين
بديش اقول انه 5 نجوم بس كانوا مرتاحين. الحمد لله الحمد لله تمكنا من جلب بعض المواد الغذائيه. 3 ايام كانوا موجودين هون، تمكنا من جلب المواد الغذائيه. ما كانش منسف، ما كانتش مقلوبه، ما كانش مسخن، كانت معلبات، بس كان الحمد لله الامور طيبه. يعطيك الف عافيه وشكرا على هذه المبادره الجميله. وطبيب قبل يعني او المهنه الطب بشكل عام هي مهنه انسانيه، وانت جازت عمليا هذه المهنه بهذه المبادره الانسانيه. بتطمنوا على الناس اللي بيطلعوا خارج اوكرانيا؟ كيف بتتواصلوا معهم؟ انه كيف اوضاعهم هناك؟ كان كيف موضوع الاقامه، تاشيرات، الحدود، وين التواصل مع الجاليه كمان باي بلد ثاني سواء كان بولندا او ارمينيا او بلد ثاني وصلوا له ابناء الجاليه؟ اشكرهم جميعا. لم يتفانى احد من ابناء الجاليه في رومانيا، في بولندا، في سلوفاكيا، في المجر، كذلك السفاره الفلسطينيه من اول لحظه تم فيها القصف تم تزويدنا بارقام تلفوناتهم، تواصلنا معهم، عملوا على الترتيبات. حتى في بولندا القنصل او موظف السفاره الفلسطينيه في المجيء شخصيا الى، وهذا خلينا احكيها، هذا وظيفته المباشره، لانه هم وظيفتهم مش بس يقعدوا في المكاتب، وظيفتهم في تقديم الخدمات لابناء البلد. وبالفعل جاء الى الحدود البولنديه الاوكرانيه واستقبل الطلبه، وكان حامل بايده دليل على انه جاء بشكل مسرع بورقه مكتوب عليها يدويا، يعني انه مش جهز حاله، اجاء اتصاله حمل حاله طلع للحدود مشكور، مشكورين السفاره الفلسطينيه في بولندا، كل الاحترام لهم، في رومانيا كل الاحترام لهم، يعني متواصلين معهم 24 ساعه. ما حدا قال انه احنا ما اجناش اوامر من فوق او أجل. وين اولادنا؟ سؤالهم وين اولادنا؟ موجودين، قولوا لنا فانو مع بعض. يعني دكتور اسلام مره اخرى هذه الجهود احنا بنفتخر فيها، وشكرا مره اخرى على كل الجهد اللي قمتوا فيه، ونتمنى لكم السلامه دائما، ونتمنى انه حضرتك كمان تبقى بصحه وسلامه خلال مساعدتك لكل طلبتنا هناك. سعد صباحك، وان شاء الله نتحدث معك مرات اخرى في ظروف احسن من هيك. يسعد صباحك، وارجو من الله، انا ما احكيلكوش انه بيتي انقصف والحمد لله، أرجو من الله التعويض. سلامة، سلامة لك ولعائلتك ولكافة الفلسطينيين أيضا أبناء الجالية الفلسطينية في أوكرانيا. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى روحك الطيبة وهذه المبادرة الإنسانية. صباح الخير دكتور.